طيب يا هاني، نحن دورنا نجتهد عشان نفوز، عشان نربح، عشان صحيح. الجمهور اللي يشجعنا برضو كمان صحيح. يحتفل زي ما نحن حنحتفل الآن. فحاول يا وليد تجتهد، حاول. السلام عليكم. أبو محمد، إيش ده الصوت يا؟ ما هو ما يدري إنه داخل هواء. الوهاب ترك داخل هواء، الله يجزاك خير. بالله عليك. أربط الحزام، الله يجزاك خير. قسم بالله مش معقول يا شيخ. مساك الله بالخير أبو محمد. مساك الله بالنور. هلا هلا. عساك طيب. منورين يا أحلى ثنائي يا شيخ. يا حبيبي الله يسعدك يا عبد الوهاب. بالله شوفكم، شوفتكم على الشاشة كذا. سعادة. الله يسعدك، الله يبارك فيك، شكرا لك. حلوكم الله يحفظك. أنا والله هذه الفقرة يا عبد الوهاب اسمها فقرة صديق مشترك. طيب؟ أيوه معاك. أنت من حقك بنعطيك سؤال، من حقك تختار واحد وتهديه النقطتين إذا جاوبت على السؤال. يا تختار هاني يا تختار وليد. فاختر اختر من تريد. شوف. يعني أنت يا عبد الوهاب ابدا اتشفى فيكم دحين. ايوه عبد الوهاب، شوف انت سافرت مع وليد كثير واخترت وليد كثير وتعاملت مع وتهاوشت مع وليد كثير وفلقت رؤوس بعض كثير وجبت الوليد هديه وجاب لك هديه، انا مسكين ما حد اختارني. طيب اسمع، هلا. اول حاجه هاني، هلا، انت مسامحني في البشت اللي ضيعته انا؟ اوه ها والله ايوه مسامح والله من قبل يا عبد الوهاب. مسامح عبد الوهاب. صح انه بشت غالي علي والله يا حبيبي، يعني لكنه والله يفداك يا اخي، يفداك منه الف عبد الوهاب. انت عارف بشتك قابلت في مين؟ ايوه خلاص انت عبد الوهاب. خلاص اي عبد الوهاب اهدى باقي انا اتكلم، ايش بك؟ تفضل. وي يلا. نعم تفضل يا وليد. نعم تفضل. اولا خليني اقول لك النتيجه كم الان، تعادل. يا عبد الوهاب هلا، اقول لك سر. قول. في بشتين ثانيه لي اعطيتهم الشباب الى الحين ما رجعت. واحد منهم عصي علي. الله يسعدهم، ملكوا فيها والله وعقدوا، الله يسعدهم يهنيهم يا رب. قسم بالله اسمع، بشمتك لها 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 ايش اسمه بركه علينا والله يا اخي، شعور بالفرحه والله. والله فخر والله. ابوك عواض يا ابن الذين، ما تديني وجه انا. يلا معاك وليد يا عبد الوهاب، معاك وليد. يا لحظه هاني، بالله تفضل يا ولد عواض. اسمعني يوم كنت في مخيم البحر كنت رايح تعمل اختبار لواحد يقدم، تمام؟ ايوه. من اللي اعطاك المايك وضرب على كتفك مرتين وقال لك شد حيلك بكره تطلع؟ قسم بالله هاني ما انسى اخر، يعني اول موقف معاه بيني وبين وليد جاي، عارف تذكرت نازل كذا باراشوت، عارف كذا انه يدق على كتفك كذا شد حيلك يبغى لك تعطيه مدري ايه، عارف قدم بطريقه مدري ايه، يعطيك نصائح وانا اي كويس شكرا. فيعني الايام هذه عبد الوهاب اكيد انه يعني جاء وقت رد الجميل. شوفوا انتوا الاثنين والله لكم يعني صراحه لكم حق واجب صراحه، الاثنين كلكم لكم فضل علي، لكن الان المهم جدا يعني في هذه الفرصه انا ابغى انتهز الفرصه يعني واستثمرها. من يقدم لي شيئا وله النقطتين؟ انا كفو. وش تقدم لي طال عمرك؟ دعوه في اخر الليل. الله. انا عند النزول الالهي. انا الله. وش يقول؟ دعوة في آخر الليل ونفر من الحاش اللي تعرفه. دون النبي جنني ودي ولي واحد. الله. ها تمام معايا؟ تمام 100% ودي ولي. ها يا عبد الوهاب، هلا. يأكلك حاشي حتروح تتوضى. بس أنا أسمع عشيك بنات المذن، عشيك دجاج. قول له المكتوم. شوف. المكتوم يا عيني. اشوف انت المكتوم قول له المكتوم. يا اخي في مطعمين جنب وليد كل واحد يقول الزود عندي. خلاص. أوه. نفر من هنا ونفر من هنا. يلا اختار اللون الاحمر يا عدو. ها وليد. خلاص وليد. ها احمر. حلو. اخترت وليد. احمر. اخترت أحمر. وليد. أيوه. اخترت وليد. أحمر. اسمع. أيوه. اسمع. اسمع. ابغى البشت حقي. ابغى البشت حقي. جيب البشت حقك. غلطك انت مو غلط. جيب. لا مو غلطي. جيب البشت. هات خلينا الحين اكب العشاء الحاشي حق وليد. احطه لك في مكتب سامي جرار. ليش مالي شغل انا؟ سلمتك البشت، سلمني البشت، مو تروح تحطه في مكتب تقول يا مكتب لما يجي هاني اديله البشت. مكتب
ابشر باذن الله بزين منه. ناخذ سؤالنا بعد اذنك. يلا يا عبد الوهاب، بما انك اخترت وليد يا عبد الوهاب، بما انك حاول انك ما تجاوب عشان ترضي الطرفين. السؤال يقول سؤال ثلاث خيارات يطلق على الشاعر الذي خليه يطلع الذي يطلق على الشاعر الذي أدرك الجاهلية والإسلام. بعطيك ثلاث خيارات، القهبز ولا أدرك الجاهلية وإيش والإسلام. يا أخي ما طلع التايمر يا أخي. القهبز ولا المحنك ولا المخضرم. شاعر أدرك الجاهلية والإسلام. حاول أنك تستصعبها يا عبد الوهاب، ترى ما باقي وقت، لازم تجاوب الآن. لازم الآن. الشاعر المخضرم. والله يا عبد الوهاب لو قلت كذا ولا كذا جاوبت غلط. لا اتفاهم معك، لا اعرف انك اخترتني عشان بعدين تجاوب غلط، لكنك والله ولد عواض. ونعم ونعم يا عبد الوهاب. عبد الوهاب عبد الوهاب شغل 2-0 يا مدير. امسح رقمي امسح رقمي يا عبد الوهاب. كلامك وين وين التحدي؟ تلعب على مين؟ ترى ما انت يا عبد الوهاب تلعب على الوهاب. شكرا واقوى بلوك. اقوى بلوك. يعطيك العافيه عبد الوهاب السلمي، كان موجود معنا في فقره الصديق المشترك. بيض الله وجهك ابو محمد. ان شاء الله يقفل المطعم. حبيبي حبيبي حبيبي. ان شاء الله يقفل المطعم، ان شاء الله المطعم ينقل الى جزر القمر. ولعوا اثنين، ولعوا اثنين يا جماعه. ايوه ولعوا اثنين.